جابوا لكم صحة وصحة عيدكم. عشان اجتهدوا في الطاعة واكثروا من الصالحات وفعل الخيرات والصدقات لعلكم لا تدركون رمضان المقبل. والله العظيم نسأل أن يغفر لنا دار إهانته لقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. أخي المسلم تذكر دائما لو مت وبقي صحة أفطاركم وصحة عيدكم. صحة جابوا لي قرأنا القرآن. السلام عليكم، نشكركم كاع المحاضرين اللي جاوا معنا وفرحوا معنا، ونشكر جنبو تاني اللي جا معنا والآخر، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة اليوم رمضان الكريم، نحيي الشعب الجزائري نقول لهم ربي يتقبل الصيام والقيام. مبادرة طيبة من لاعب كبير وكبير في الخير ثاني، ربي إن شاء الله يجازيه وربي يزيدها له في ميزان الحسنات، هو وصحابه اللي داروا معاه. ماشي جديدة عليه باسكو هو ثاني تربى يتيم. نتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية اللي هو، نتمنى له مشوار طيب الكروي تاعو، ونقول له يعطيك الصحة وإن شاء الله العقوبة الجاية إن شاء الله ماشي غير اليوم إن شاء الله. بيان سير، يعني انا ملي كان في عمري عام، يعني ما عنديش اب، كبرت يتيم، سي بور سا اللي نعرف اليتيم كيفاش يحس. يعني ان شاء الله ربي ديما يخلينا ان شاء الله نديروا في مبادرات كيما هذو، نطلب من الناس ان شاء الله اللي يقدر يجي يعاون يجي يوقف مع الناس، هذو هما اللي يسحقونا، لازم احنا نكونوا واقفين معاهم، احنا نعوضوا لهم ابائهم وامهاتهم، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديما يخلينا نديروا في الخير الخير ان شاء الله. صحة افطاركم، ونشكر جمعية الناس الخير اللي دارونا هذه الحفلة، ونشكر جابوا اللي عاونوا في هذه الحفلة وفرحنا وخلينا نفرح. بالصحة عيدكم. هتفت